السلام عليكم المشاهدين والزوار قناة دمري في الموقع العربي اليوتيوب. نزورد لكم عود من جديد أقوم وندن صوار شويت مهم نفقد الخو نقعد زقون ويسقذاس خدها عني خل علينا نخذي من خو من هو السنيتا هذا وندن السنما نستكن الدواب ده نتاي من دامان زي مطلوقة يعني ذو ذا بريد إيتوين غا مجسقان غا هاي قديما ومن بعد تقعد السنيتا خزر من السنيتا ماني توالي من مرخو خو اظن نركسي بريد يزي هكوان دوا بنسن للمواطنين السكان تشاين يقضي من يقي من عاد تسند غام طلوقة يعني تاوين شوية مهمان ذي مزداقن تفغن زقذورة عن نسنج إن يعني هكوان غار عنصا مطلوق لكني ونوي كينغ يعني أرض أرعنصة مطلوقة قيم سكينة نهارا انقع الريح لنهار انقع الريح لا يمكن نفق اري عوذين قوم هيا بريد يزيد التكن رعوين ضصم ماض قوم العام السيدي ذو ذا بريد إيه كوان غار عنصة مطلوقة الخوخ نقعد زي زقينث يعني نفقد زي السسنج يعني زي العرين قديما سود يعني غار الجافي يتوران ماني تيري أنو يسغذاس لكن نيو ناوي كينغ نهار غار عنصة مطلوقة يعني حتى بني سيدي الجبال ذي مناظر يهوات تسلق الجبال إنهم تعجيب يعني الرحلات الطبيعية ولكن إجن حاجة وذي سيدي بني سيدي الجبال هي البنيات التحتية يعني الجماعة الوحيدة يوم يوقع التأخر ومقرا للتنمية منذ يعني زقوم التعاقب من الحكومات في المغرب يعني منذ الاستقلال روس التنمية زي إغاسي يطرحن يعني مقارنة مع الجماعة النار الجافونيته مالاه وضدر عقشت وزن تراثين طونتن هذا من كمر ابريد الاخوان لانه يعني يطز قوميت وغنا نقضع نكس شويه وضوند نتصوري بوزي زي البراري يعني زي الادغال اندور تفذ كور مرض نتكيش نتغطي يا زي يعني زي الطبيعة شنو فيديو يا زعما قوم زي الغابث الغابث مطلوقة قد تانيتا سات تنطلق تفهم مو غاتقيش ارد شان تقيش تعدو يعوي ضد شان يغانو حنهار نسني ومونيتي بريد الدواب يعني للمشاة يعني بنادم هذيو يا خيضان هذيو يا خو غيور نيخو سعدون نيخ العاوذة
الموقع إلى يومنا هذا كنت سيغذان تايمند أمان مطلوق أمان مزدا قنقع مياه يعني الجوفية مديه كوان زير جروفة سنجي مطلوق الجاف مطلوق هذا الغاف مطلوق جنخي عمو أمان قاقص النوض قيم ثكينة خوقا سجنة وند بيستا إيزي تكن المواشي عوض حتى ربهايم تكن تدسني تخميني هدانتهم بعد الهضاء وحضني غادي هوان تسودي حلوة ذانت الوذا بريد إيزي تكنت أكيد ببنس مين ندهن حثنا هذا عوسن هذا هذن دي الدمان أقشم شنين دي هذين يجن من عونسا عوقا نصر عونسا انتغروت فغروت قوم ذي الشاشة قاثم واخا يمن موجود ولكن والو يخدم حد مش تمس قاو مي جنسيا يوم خو ساعه غادي بنا لي اكو قاو غير ملغان يوين مطلوق يوين دما نمزدق ونقارس نعاودي يوذني اني غاد جوا نوثن اني يا نوثن ولسن السكان الطسن السكان يخسى غالبا هذا تلتجأ اثقن التحاليل ايوا مان اني نوالو ماني تيريا الطسن السكان على حساب تسرب من الوضع الحار لأنه يتصن بذن السن أمان ملوثين والسن إنشاء إن لقى السن أمان ملوثين سن الميكروبات الطفيليات تيرين دي الوضع الحار يعني ثموات تنس يتوقع التسرب هكوان مجلس قانا هكوان مباشرة غاو من يعني ونو غتيري مريس العون صاني خشنا يعني هو يمان مش مقين هكوان هكوان تتبعنا يعني سودي الاتجاه يهون تحن زي سار غفغنا غاو من تخلطنا كو من ونو او انا سبنا ذميس قاع ديس يس زي سن واش سين شي ليس الميكروبات ولهذا يخصبنا ذما ليك الاحتياط ضم قران في منايا لأنه مركتي لس الطفيليات الميكروبات المنع عن الجسم وطع الطارشة التوطة نس الطفيليات النش حقيق كل جسم يتقي المناعة ولكن تيري المنع عن سمارة يسخدميت يعني غاك الطفيليات النيذ الميكروبات إيتيرين ومن النيل ملوثين سلوض الحار نيغتن حاجة النغم ولهذا يستوجب على الجميع أنه لقن الحيطة والحذر ضمقرا باش تقن التحاليل ومن ونوثني السن مارة زي الطاف والتحاليل نشنار ذي المنطقة الشرقية قيج ومشن وهذه مادة غذي باركان سقسغ الخوة على ذي جنار رئيس التعاونيين نشد خطة 610 درهم يعني حدو 60 ألف فرانك أتقد التحاليل أتخزاد أتسنى ذمن النية ما صالحين علي الشرم نيغ صحيين نيغ مضيرين شرخ دنيا أتسنى ما تستمر ذهن تسود إلي استهلاك نيغ تفذ إلي استهلاك المنزلي وها يعني مرضي سنة طفيلية النيض ميكروبات يقصح التصني وظن تعرضني من هنا التصني وظن يزيسني يموت نعود قال إحصائية ولوها يعني وظن وتبع نشا وتنتبه نشا التصل الحالات يعني العشرات بل المئات هتفن الميموث
قناص قديس الميكروب قدام من نغ نغ الميكروب ذقوذان الميكروب ذقوذان غريبا نتزد زقوامان من زي الميكروب نين الوض الحاري تيري ضام قران ما يغيّد فغار جسم الإنسان يتوقع عاس يتدمر الخلايات وين تكش حتى الكيلي يعني يتحراثي الزار يتحراثي ناس شي استقرضي نتوقع مجزق توقع الكارثة تذكر المناعة الإنسان اني توطة يعني 5 سنين 10 سنين صافي المناعة الله يعاون مريق في شهر وحوها صافي إلى اللقاء لأنه المناعة الإنسان شحال تقع 20 عام وها يتشات حسب الخبراء أو ناس مجلس قانا إليموني أعزو تسقسات ذي المناعة من الإنسان أتسلم من دوم قاق إنه مركة الطفيلين ذي الميكروبات تريقين ذي الجسم الإنسان استخدام ذي مارة يعني القوة للجسم مارة يعني أو عناس يتوقع الدمار الجسم من الإنسان يتفضل جسم بعد يتحمله إلى ذي جنهاش يتزده رجزي الطاف يتويث أقوم الإخوان لوضع أمجس قان غير عنصة منطلقة يعني ماشي غير عنصة ماني دهك ماني توسنع برن نقاس خيم نية ما طبيعي قد يبوم لوكين ما هو ذي نقول وضع الحار زيت سن ولا حتى شعر ست كلمة نستسنج أو أنا استسنج ذا جنوقت وانت في تعمر هنا ذا خذ عرز سنقلم ذي صلاة سمستك الصلاة صاش حتى مواصل اسود داي والو غي خدمة لا بطاطا لا رقوص با لا معدنوس لا حتى جنحاش باش تسنى ذي الكارثة غير قفني مغربي ناخش صاش حدا من يدي يعني عتقدر غبان عام سيدي تزود رقوص با وها غتغطي الاقليم يكمر قومهم طلقة من التيري أما نسه كون زقذورة قوم زي السنه كون السنيتة يعني السيث انتمواث وصاف السيث انتمواث شوف المريك قال نعنع وهذا نتا غاسي ينجح غاسي كتا شوية النخبة غاي مزولة ني غاسي يعذر شار غادي غزا شان تمغديها غاسي تيوشان يجن ولكن وميث غاسي ينجح شوف نسشناو المطلوقة وبعدها سنغادر
غادا جيت وين تنقيش قمت واسن بني ذا قديم ذنيت.